les instructions arithmétiques. Les instructions arithmétiques, l'add, Ivan, c'est-à-dire là. D'accord? L'addition, tu as zouj added. Ou indéhna, l'add c. شايفين الاد سي الاد سي سي دير العمليه تاع الجمع عادي بصح افيك روتوني افيك روتوني الروتوني بالعربيه واش قلنا عليه هو الاحتفاظ داكور الاحتفاظ هنا عنده بيت في الريجستر عنده ان بيت في الميكرو بروسيسور اللي هو سي لو كيري فلاج هو لو سي داكور دونك يهز واش كاين في السي اف ويجمعو مع الأ والبي دونك نشوفو ان اكزامبل دونك هنا باش نخرج لي فلاغ تاعي دونك عندي هنا زيرو راكم شايفين لو سي الاحتفاظ تاعي راهو موجود في الفلاغ راهو زيرو دونك نجمع الأ اكس والبي اكس دونك سينجل ستيب هنا هنا الكايري ما جانيش كايري نحوس ندير بالكايري معليش سي با غرا هذه الانستركسيون راح تجمع لي واش كاين هنا مع الأ ومع البي دونك 3 زائد 4 كم يساوي 7 7 زائد 0 يعطيني 7 دونك راح يدير لي عمليه عاديا تاع الاد نورمال داكور هاي لو ريزولتا راح يتحط في الاي اكس و فويي دونك خلينا نبدلو البروغرام تاعنا ونخلي الاي اكس والبي اكس فيهم دي فالور كبار بحيث يخرجوا لي ان كايري نخليوها هكذا نعاودو ليكزيكوسيون دونك شوفوا ركزوا لي على السي اف D'accord. Donc, on a déroulé l'échange, on déroule le jama. Donc, le jama m'a bien aidé l'adad li khayert hom jdid, a'tani un CF. CF, il s'est mis 1. Donc, kinji rah ndir amaliyat l'ADC, l'addition avec Kairi, rah yjma' li hadi zayd hadi, ou yzid yjma' lha l'1. Donc, wach rah ydir? Yjma' 3 zayd 4. زايد واحد واش راح تعطيني او برانسيب جيني 8 الريزولتا راح يتحط في الاي اكس كيما ما فيه دونك هاو جمع لي ال 8 داكور دونك هذه هي الفرق ما بين الاد والاد سي دونك الاد تجمع لي الاي اكس والبي اكس والاد سي تجمع لي الاي اكس والبي اكس وزيد لها الكايري اللي يكون الساب والساب الاس بي بي هما des instructions ثاني de soustraction لكن حتى هما يستخدموا la retenue ou avec retenue يسموها ماهوش retenue في soustraction اسمها البراو هو شو يسموها بالعربية التسلاف يسلف داكوغ يخي كي نعودو نجمعو نقولو باللي عندي احتفاظ داكور بصح في عملية الطرح نقولو عندي نستلف نقولو لا نستطيع ونستلف جيني من اللور داكور دونك سي لو ميم برينسيپ يستخدم لو كيري نفس لو برينسيپ الاسم فقط اللي يتبدل بيرو بصح نفس المبدا دونك نشوفو ان اكزامبل نتاع الصاب دونك ان اكزامبل تاع الصاب دونك عندي كملت هذه هي عندي السي اكس والبي سي اكس والدي اكس وحده حطيت فيها 5 وحده حطيت فيها 3 دونك كي نديروا عمليه حسابيه ذهنيه راح نتحصلوا على 2 داكور دونك شوفوا على واش نتحصلوا على على 2 داكور الريزولتا راح يتحط لي في السي اكس دونك تحصلنا على 2 دونك نحاولوا مباليش اللي كان يقدر يبدلها لي هكذا نحاولوا عندي سي اف ايجال ا او وندير عمليه
الطرح ما بين AX والBX. دونك شوفوا الـ AX والBX واش فيهم. دونك فيهم 4 08 وعندي 2 34. دونك خلينا نركزوا فقط في الحل هادو الاولين. داكوغ هادو الاولين كيسكو فوز افي؟ فوز افي 8 موان 4. 8 موان 4 اون برانسيب و دوفي افوار 4 بدون الاحتفاظ تعطيك 4. كي نديرو كي نضيفو الاحتفاظ هذا واش راح يعطيني؟ راح يعطيني 8 ناقص 4 ناقص 1 سو كي فو دير 8 ناقص 5. دونك راح يعطيني اون برانسيب لو ريزولتا هو 3 في البلاصه هذه راح يعطيني 3. نجربو نيكزيكوتيو ونشوفو. دونك فو فوايي افيك لو كايري افيك لو برا وهذا لو سا بيبي عندي 3. داكوغ اوكي اوكي. دونك انك الانك سي لابريفياسيون تاع لانكريمونطاسيون. لانكريمونطاسيون جو بونس رانا غير نعاودو فيها حاجه جديده عليكم بصح رانا اون برانسيب هي عمليه سهله وتعودتوا عليها. هي فقط عمليه زائد واحد. داكوغ دونك نديرو ان اكزومبل ان اكزومبل نكملو هو هذا. راكم شايفين هذه اللي رانا فيها هنا اوكي. دونك نديرو هنا لانكريمونطاسيون تاع الريجستر بي اكس. البي اكس واش فيه؟ فيه القيمه هذه. داكوغ دونك واش راح يصرى لها حساب ذهني بعد لانكريمونطاسيون؟ راح تعود 35 هنا. دونك نجربو ونشوفو. دونك فو فوايي زاد واحد 35. لا ديكريمونطاسيون هي العمليه العكسيه تاع لانكريمونطاسيون. هذه زائد واحد هذه ناقص واحد فقط. طاك هاي رجعت لنا 35 نقصنا لها واحد رجعت 34. داكوغ دونك اللي بعده هو الناج. الناج جايه من نيجاتيف معناها يعكس لي لو ريجستر تاعي هذه ولا لا فالور هذه. دونك نديرو الناج نتاع ا اكس. دونك نديرو حساب ذهني راح تعود لي صفر تعود لي صفر ما تعودليش صفر تعود لي او اف اف اف. دير عملي هادو راهم مكتوبين بالاكزاديسيمال تحولهم البينار دير لهم النوت راح تتحصل على او اف 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 وتزيد لهم واحد راح تتحصل على اف 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 اف. دونك الريزولتا اون برانسيب تاع النيج ا اكس بالقيمه هذه راح نتحصل على اف اف اف. نجربو ونشوفو اذا كان حسابنا قد قد اكزاكتومون. داكوغ هذه هي لا نيغاسيون. دونك لوبيراسيون دو ملتيبليكاسيون. ملتيبليكاسيون هي لوبيراسيون اللي ماهيش ديريكت هي اللي فيها شويه حكايه ولا كيف. دونك شوفوا هنا ملتيبليكاسيون اول حاجه تلاحظوا لو سينتاكس تاعها راهو اوبيروند واحد حاجه واحده تتحط حدا الميل سي تو. بصح قلناها باللي الملتيبليكاسيون راهي تدار اونتر دو فالور. دونك الفالور الثاني واش هو؟ لو فالور الثاني راهي امبليسيتمون نلقاوه في ال ال او في ال اكس. اوكي دونك لا ملتيبليكاسيون دائما عندها دائما راهي حاله خاصه في لي زوبيراسيون اريتميتيك. دونك اذا كان العدد اللي راح نضربو عدد يكتب سور 8 بيت إيه سناوني نقول واحد الحكايه هنا كونسيرنون المون ولوكتي. دونك ابتداء من الان كي نعودو نحكيو في لي انستركسيون كي نستخدم كلمه اوكتي باينه 8 بيت بصح لو مون هنا لو مون في لي انستركسيون راهو عنده تعريف خاص. مون سي ان دوبل اوكتي. مون سي 16 بيت سي اون دوني سور 16 بيت ولوكتي بقى تعريفها كيما راه. داكوغ دونك اذا كانت لا دوني تاعنا تكتب سور ان اوكتي العمليه اوتوماتيكمون راح يديرها وحده وحده يديرها على ال ال. اذا وجدت لا فالور اللي حطيتها وحدة الميل تكتب سور 16 بيت راح يستخدم ال اكس. هذه من جهه. من جهه اخرى لو ريزولتا تاعنا لو ريزولتا تاعنا في الحاله الاولى يتحط في الـ AX وفي الحالة الثانية راح يتحط
في الدي اكس نقطتين الا اكس، يعني نحط الدي اكس والا اكس، لو دي اكس يصبح لي ليكستنسيون تاع الا اكس، مكمل لي للا اكس. داكور، دونك هذه لازم لها اكزامبل باش تشوفوها مليح. دونك وين كنا، وين رانا؟ هاي شوفوا مليح، l'exemple اللي راح نديرو سي لا ملتيبليكاسيون تاع البي ال. البي ال سي تا ريجستر 8 بيت او بيان 16 بيت، دونك سي تا ريجستر 8 بيت. داكور، دونك لاسومبل البروغرام تاعنا واش راح يدير، ولا لاسومبلور واش راح يدير؟ راح يهز واش كاين في البي ال ويضربو مع واش، يضربو مع ال ال، والريزلت يحطو في ال اكس. داكور، هذه هي الحكاية اللي قلناها. دونك البي ال راهو اوكتي، رانا في هذه الحالة يتضرب في ال ال والريزلت يحطو في ال اكس. نشوفو ان اكزامبل. دونك ال ال تاعي واش مكتوب فيه؟ مكتوب فيه الاف اف. خلينا نحطو حاجة سامبل، نحطو دو. داكور، ال ال 02 وال بي ال فيه 34. اون برانسيب 2 في 34 في الهكساديسيمال تعطيني 8 وتعطيني 6. داكور، شوفوا مليح. هاي والريزلت راح يتحط لهنا. شوفوا ال اكس فيها الاف اف و 02 وال بي ال فيها 34. تبعوا مليح هنا، كي نكليكي على سينجل ستيب دوكا تشوفوا لو ريزولتا. لو ريزولتا حسب واش قرينا ولا حسب واش قالولنا باللي ال ا اكس راح نلقاها هنا. لو ريزولتا تاع الملتيبليكاسيون تاع هادو في زوج راح يكون قلنا 8 8 6 0 0. داكا، شوفوا مليح. ها بو فوايي 8 6 0 0، حط لو ريزولتا تاعي في ال ا اكس كومبلي. الاف اف اللي كاينه في الاش هذيك راح تتكرازات بالريزولتا تاعي. داكور، دونك رانا في لو بروميير كا هنا، كيكون عندي واش حدا المول، حداها ان ريجستر ولا اون دوني من الميموار تكتب سور 8 بيت، تتضرب في ال ال والريزولتا يتحط في ال اكس. مينو نهزو ليكزومبل وين عندي لا دوني تاعي، نضربها نحاول نضربها تكون تكتب سيغ 16 بيت. alors dans ce cas شوفوا مليح، نضربها في ال AX، تضرب في ال AX و لو ريزولتا يتحط في اكستنسيون في ما بين دو ريجستر ال AX و نزيدو له لو DX. ليكزومبل بون، ال BX واش فيه؟ ال BX فيه 02 و 34. دونك هنا لا فالور هذه كامله راح تتضرب مع واش؟ مع ال AX. داكور، خلينا نضربو في عدد شوية كبير. نجربو نضربو في هذا العدد. داكور، كي نضربو هذا في العدد شرح يعطينا دو في الكات. ما باليش قداش يعطينا، سي ديفيسيل دو سافوار. نزيدو هنايا ال ا، نزيدو هنايا خلينا نديرو هنا اف. المهم اون با ميتر اون فالور، اون كوموند فالور ونشوفو. داكور، دونك البي اكس راح يتضرب في ال ا اكس و لي ريجيلت راح يتحط في ال ا اكس و يتحط في الدي اكس. شوفوا مليح، من بعد راح تلقاو الدي اكس والا اكس عادوا زرق، انديكي بلي لا فالور تاعهم راهي تبدلت. دونك vous voyez le résultat de multiplication تحط في الا اكس وتحط في الدي اكس، سما التكمله نتاعو وجدت في دي اكس. دو بوين هذوك يعني راهي تكمله. اوكي، دونك هذه هي لا multiplication تاعها. Donc, exemple ou programmation, j'espère qu'elle est claire, n'est-ce pas?